جاءت زيارتا جلالة الملك المعظم لكل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية الشقيقتين في إطار حرص جلالته على تنمية العلاقات الثنائية مع الدول الشقيقة وتعزيز العمل العربي المشترك. وقد أكد اجتماع جلالة الملك المعظم مع جلالة العاهل الأردني وجلسة المباحثات مع فخامة الرئيس المصري على جملة من الثوابت والرؤى المشتركة حول التعاون الثنائي والأوضاع في المنطقة ومواجهة التحديات. بهدف بحث العلاقات الثنائية ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، جاءت زيارتا حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم إلى كل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية لبحث السبل الكفيلة في تحقيق الاستقرار والسلام للمنطقة وشعوبها. الأردن كانت المحطة الأولى لملك البلاد المعظم، فخلال زيارته الكريمة اجتمع جلالته بأخيه ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وتم خلال الاجتماع بحث سبل تحقيق المزيد من التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، والتأكيد على الحاجة الملحة إلى قيام المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وشدد على أهمية حماية المدنيين وضمان التوصيل الآمن للمساعدات الإنسانية ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأماكن الدينية، وأهمية خفض التوترات في الشرق الأوسط مع تجنب التصعيد العسكري، إضافة إلى ضرورة التعاون العربي والدولي في إيجاد حلول سلمية عادلة وشاملة ومستدامة للصراعات في المنطقة. أما مصر فكانت المحطة الثانية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، فخلال زيارته الميمونة عقد جلالته جلسة مباحثات رسمية مع أخيه فخامة رئيس جمهورية مصر العربية. تمت مناقشة عدد من القضايا ذات الأولوية والأهمية لتعزيز العمل العربي المشترك، وخصوصا ما تعلق بضرورة تنفيذ قرارات وقف إطلاق النار في غزة وتوصيل المساعدات الإنسانية والحاجة إلى مسار سياسي نحو سلام عادل ودائم في المنطقة على أساس حل الدولتين وقبول فلسطين كعضو كامل للعضوية في الأمم المتحدة، لينال الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة. فخلال الجلسة تمت الإشادة بالمستوى المتقدم للتعاون بين البلدين، وشدد جلالته والرئيس المصري على أهمية استمرار الحوار والتشاور والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية لصالح شعوب المنطقة، والتأكيد على ضرورة إيجاد حلول دبلوماسية لحل النزاعات والصراعات والحاجة الملحة لمعالجة الوضع المأساوي في غزة وضرورة التعاون لحماية الملاحة الدولية في الخليج العربي والبحر الأحمر. كما تم بحث جدول أعمال القمة العربية 33 التي سوف تستضيفها مملكة البحرين في شهر مايو المقبل، وضرورة التوصل وبصورة عاجلة إلى سياسة واضحة لوقف التصعيد بمنطقة الشرق الأوسط وضمان السلام والأمن والاستقرار الإقليمي. وأعرب العاهل المعظم ورئيس مصر عن أملهما في أن تسفر القمة العربية التي تستضيفها المملكة في 16 من مايو المقبل عن نتائج مثمرة تعزز التضامن العربي والسلام والأمن والاستقرار في المنطقة.